السلام عليكم ورحمة الله. من السبعي قناة أجدكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. غادي نشوف معاكم طريقة تطبيق روس. أول حاجة كيف ما جرت العادة غادي نتعرفوا على الكتالوج. بالنسبة للكتالوج كيجي بهذا الشكل هذا. إذا كيف ما كتلاحظوا في الكتالوج عندنا سبعة ديال الألوان الرئيسية. هادو كيف ما كتلاحظوا في الكتالوج. هنا كملاحظة بالنسبة لهاد الألوان هادو اللي عندي هنا من التحت، فهما انوان ثانويه يمكن ليا نمريهم مع اي كولور اختاريت في هاد لي ريفيرونس. يعني كل ريفيرونس عندي في الكتالوج عندي ثلاثه ديال الالوان اختياريه، يعني يمكن ليا نختار مثلا هاد ار 10 وناخذ ريفيرونس من هادو نخدم به باقي لي مور ديالي، يعني باقي لي بانو اللي عندي. بالنسبه للبرودوي روست عندنا جوج ديال لي زومبالاج كيجيو كيت. عندنا لاباز اللي هي روست غري، ديما تيجينا غري كتجي في امبالاج ديال 3 كيلو، وعندنا لاسير روست اللي كتجي في امبالاج ديال كيلو و200. هاد لاسير روست هي لي ريفيرونس اللي كنختارو هنايا، يعني هي اللي كتكون مبانديه، لاسير هي اللي كتعطيني لا كولور فينا. غنتعرفو كذلك على الماتيريال، كنحتاجو رولو لاكور، وغادي نحتاجو كذلك طالوش اينوكس، وغنحتاجو موس ديال لوندوي اينوكس. بعد ما تعرفنا على الكتالوج وعلى برودوي روس وعلى الماتيريال، غادي ندوزو مباشرة لطريقة التطبيق. بقاو معايا. إذا بعد ما خدمنا لا بخوميييغ كوش روست برولو لاكور وخليناها تنشف المدة ديال 6 ديال السوايع، كان التراساج كيف ما كتلاحظوا ديال لا سيرفاس اختياري من طرف الكليان. مباشرة بنفس لاباط روست كنحط حطات كيف ما كتلاحظوا في الصورة، وكنحاول أنني نشتتهم بهاد الطريقة هادي. إذا كنستمر بنفس الطريقة، مباشرة بعد ما نسالي البانو ديالي كنحاول أنني نلاقي بيناتهم، ما بين دوك الحطات اللي حطيت كنحاول أنني نلاقي بيناتهم بشكل متقطع. كيف ما كتلاحظوا الحطات اللي كنحطو هما على شكل بوشي، باش حيت كنراك ليهم ما كيتجمعوش كلهم في بلاصه واحده، باش كيكون عندي ليفي مشتت. طريقه صراحه اللي هي سهله. بعد ما كيكونوا هذوك لي طاش الاولى شدوا راسهم كنحاول انني نستيكيهم. وكنستمر بنفس الطريقه، كنحط الحطات ديالي يعني لي طاش على شكل بوشي، ومن بعد كنجمع بيناتهم.
بعد ما سالينا لي طاش ديالنا واستيكيناهم خليناهم يشوفوا المده ديال 6 ديال السوايع. غادي ندوزو دابا لاسير روس، يعني غنخدمو لا بروميير كوش ديال لاسير روس. لا ريفيرونس اللي اختاريناها هاد المره هي ايرفان. كنحط لاشارج ديالي كيف ما لاحظتو في الصوره، ومباشره قبل ما تنشف ليا لاشارج كنحاول ليسيها، يعني كنحاول نحيد لاشارج الزايد. طريقه يعني سهله. بالاشاره فلاسير روس ما كنزيدوهاش الماء، كنخدموها مباشره من الطاسه ديريكت للحيط باش كتبقى عاقده والبرودوي كيتمشى لينا بشكل ساهل في الحيط. بالنسبه للليساج من الاحسن ان يكون عندي موس ديال لوندوين دريسي مزيان باش ما يخلي ليش الخطوطه، اولا بلانا اينوكس. اذا بعد ما خلينا لاسير روست لا بروميير كوش ديال لاسير روست تنشف المده ديال 6 ساعات، غندوزو مباشره الان باش نخدمو لا دوزيام كوش ديال لاسير روست. تنابليكيو لا دوزيام كوش بنفس الطريقه، كنحط لاشارج وكنليسيها مزيان. هنا كيف ما كتلاحظوا لاشارج بدات كتمشى ليا، يعني لاسير ولات كتمشى ليا لان خدمت ديجا كوش الاولى. هنا الحيط ما كيشربش بديك السرعه اللي كيكون كيشرب فيها في الاول. بالنسبه لا دوزيام كوش كتعاونني، يعني كنخدم وانا مرتاح وكنكمل الحيط ديالي بنفس الطريقه.
بعد ما وصلنا للمرحلة النهائية ديال لاسير روست، غادي نحيدو التراساج ديال بابي كولون اللي ديجا تراسيناه في الأول. بالنسبه للتراساج اللي عندنا ديال بابي كولون، غادي نخدموا عليه هاد اوداليكس برونز. وهكذا كنكون وصلنا للمرحلة النهائية ديال روست. تبقى على خير، نتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد.